الحمد لله الذي خلق الخلائق فأحصاهم عددا، الحمد لله الذي لم يتخذ صاحبة ولا ولدا، الحمد لله الذي عم بفضله جميع المخلوقات فلم يترك أحدا، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، إلهًا واحدًا وربًا شاهدًا، وأشهد أن محمدًا عبد الله ورسوله، رفع الله به لواء الوحدانية، وجدَّد به الطريقة الحنيفية، وزعزع به كيانات الوثنية، وحطَّم به عروش الجاهلية. اللهم صلِّ وسلِّم وبارِك على نبينا محمد ما ذكره الذاكرون الأبرار، وصلِّ وسلِّم على نبينا محمد ما تعاقب الليل والنهار، وصلِّ وسلِّم على نبينا محمد وعلى المهاجرين والأنصار. أما بعد، فيا أيها المسلمون، إن أفضل وصيةٍ نتواصى بها في هذا الزمن هي تقوى الله عز وجل. يا أيها الناس اتقوا ربكم، إن زلزلة الساعة شيء عظيم، يوم ترونها تذهل كل مرضعة عما أرضعت، وتضع كل ذات حمل حملها، وترى الناس سكارى وما هم بسكارى ولكن عذاب الله شديد. إن من حسن الطالع اجتماع شرف الزمان والمكان في هذه الأيام الوطنية المباركة، أيام سبتمبر وأكتوبر، هذا العيد الذي يتجدد علينا منذ 62 عاماً. إن أعظم نعمة وهدف جاء من أجله الإسلام هو التحرر والحرية من أي عبودية لغير الله. حررنا من عبادة البشر، ومن عبادة الصنم، ومن عبادة الحجر، وجعل جباهنا ورؤوسنا لا تنحني إلا لله وحده. أيها الناس، إننا كيمنيين لم يمن الله عز وجل علينا بنعمة بعد الإسلام كنعمة التحرر من بيود الإمامة، الإمامة البغيضة التي جثت على هذه البلاد مئات السنين، وهي مغلغلة ومقيدة، لا ينفك هذا الشعب عن سطوتها وظلمها وبغيها. أيها الناس، هل يوجد أعظم مقصد من مقاصد الشريعة أن تولدك أمك حرًا وتعيش حرًا وتسير في هذه الحياة حرًا أعظم من حرية اكتسبناها عبر دماء وأشلاء ونفوس أزهقت في يوم 26 من سبتمبر، اليوم المجيد، عيد الأعياد الوطنية؟ فلا عيش بلا حرية، ولا إنسانية بلا حرية، ولا استقرار بلا حرية. نعم، يوم 26 نعمة كبرى أكرم الله بها هذا الشعب حينما أسقط العمامة الكهنوتية التي استخدمت الدين كسلم لاستعباد الشعب ومص دمائه، حتى تحولت اليمن إلى عزبة ومزرعة خالصة لأسرة بعينها. أيها الناس، لقد قوضت الإمامة الخمس الكليات: الدين والنفس والعرف والعقل والمال. أما تقويض الإمامة للدين فإنها جعلته سلماً لتتحكم فئة من البشر في عامة الشعب، وأوهموا الناس بأن الله اختارهم، وأن الله قدسهم، وأن الله جعل لهم مزية على سائر البشر. فهل يوجد نخراً
وهدماً ونسفاً لدين الله أكبر من أن يستخدم هذا الدين للتمييز الطبقي والاختلاف العنصري والتفاخر على الناس بالألوان والأشكال، هل يوجد أكبر من ذلك؟ وأما نسف الإمامة للنفس فإنها منذ أن قامت وهي قامت على الدماء، وها نحن اليوم نشاهد هذه المآسي والجرائم تتكرر في الإمامة القديمة وفي الإمامة الجديدة، قامت على قتل الأنفس وإزهاق الأرواح وإراقة الدماء. وأما نسف الإمامة للعرض فقد تجاوزوا الخطوط الحمراء، قتلوا المرأة وانتهكوا حرمة البيت وانتهكوا حرمة الطفل، وهل بعد عرض المرأة من عرض أيها الناس؟ وأما نسف الإمامة للعقل فإنه عبر تخدير الشباب وغسل أدمغتهم بالفكر السلالي المتحلف. هذه الكليات الخمس التي حافظ عليها الإسلام جاءت الإمامة لتقضي عليها وتدمرها وتجعل الشعب كله أمام كليات مفرغة من حقيقتها. أيها الناس، ونحن في هذه الأيام المباركة نجتمع على أرض العزة والكرامة، أرض رويت بدماء الأبطال، أرض مأرب وبلقيس والعرش، أرض الجنتين. نجتمع لنحتفل بأعياد سبتمبر وأكتوبر اللتان حررت اليمن من استعمار بغيض واستبداد غاشم. لقد كانت هاتان الثورتان هما الرافعتان لليمن الكبير، اليمن الواسع، اليمن الذي كلما تذكرته تقطع القلب أسًا وحسرات، وأنت تشاهد هذه المؤامرات الإيرانية المتداخلة على سفك دم الشعب اليمني المسلم. اليمن الذي كلما تذكرته تذكرت 8000 عام من الحضارة والتاريخ والرفعة والمكانة، حضارة بلغت إلى أعماق البحار والمحيطات والخلجان. اليمن الذي له ركن في الكعبة المشرفة اسمه الركن اليماني، اليمن الذي له نجم في السماء اسمه سهيل اليماني، اليمن الذي له سيف في الحرب بتار اسمه السيف اليماني، اليمن الذي مهما حاول الأعداء طمس حقيقته وتاريخه وحضارته لا يمكن أن يستطيعوا على ذلك، لأن فيه أمثالكم وأمثالكم كثير وكثير ممن ضحوا بدمائهم وقدموا الغالي والرخيص فداء لهذا التربة الطاهرة. أيها الناس، أيها المسلمون، يا أبناء سبتمبر، التاريخ يسجل كل شيء، سجل بأن بيت حميد الدين قد سجن الشعب اليمني في سجن واسع وقطع واصل هذا البلد عن العالم الخارجي. وهل كنتم تعتقدون أنه سيأتي يوم من الأيام من يدعو إلى إعادة الإمامة من جديد؟ كلا، والله لم نكن نتوقع. وها نحن اليوم بعد هذه السنين نعود لنشاهد من يدعو إلى الإمامة مرة أخرى، فيلم الإعادة يعود بنسخته لكنها نسخة قذرة، نسخة مليئة بالعنصرية والسلالية، نسخة مليئة بالخراب والدمار والتشريد، نسخة مليئة بهدم بيوت الله واضطهاد الناس وسحل الأبرياء واستهداف الحرمين الشريفين، نسخة مليئة
بتقسيم المجتمع إلى طبقة حاكمة وطبقة خادمة. إننا اليوم نمر بمرحلة خطيرة، إما أن نكون أو لا نكون. هذه المرحلة هي مرحلة صراع بين أنصار الجمهورية وأنصار الإمامة السلالية، ولا بد في هذه المناسبة من التذكير. أولاً، يجب أن نوحد الصف، إنه من العيب والعار والشنار أن نبقى أحزاباً متناثرة وقبائل متشاحنة وطوائف متشاجرة والعدو يقطعنا قطعة قطعة. نعم، يجب أن نرمي الخلافات خلف ظهورنا. إن يختلف ماء الوصال فماؤنا عذب تهطل من غمام واحد، أو يختلف نسب يؤلف بيننا دين أقمناه مقام الوالد. عودوا إلى تاريخكم، كنا ملوكا على الدنيا وكان لنا ملك عظيم، وكنا سادة الأمم، كسرى وقيصر والخاقان دان لنا، وأمرنا كان بين السيف والقلم. يجب أن نرتص على عقيدة واحدة خلف قيادتنا وجيشنا ومقاومتنا لتحرير هذه البلاد التي لا تستحق أن تحكم إلا بالنظام الجمهوري فقط لا غير. النظام الجمهوري هو صمام الأمان، وهو سفينة النجاة التي ستحافظ على بلدنا وعلى بلدان الجوار، ويقف معنا في هذه المعركة هؤلاء الأبطال الذين بترت أقدامهم وقطعت أيديهم وفقدوا أعينهم، ومنهم ما زالوا على جراحاتهم، والآخر قدم روحه رخيصة. أسألكم بالله، هل رأيتم جيشاً وقوات عسكرية تقاتل وهي تتأخر عليها مرتباتها وأولادها يعيشون في ضنك العيش؟ نعم، هذا الفداء وهذه التضحية وهذا الإباء الذي يريد البعض أن يتغاضى عنه وأن يغمض عينيه وأن لا يرى هذه المشاهد التي لم تسجل في التاريخ إلى الأبد. أيها الناس، يجب علينا ألا ننسى من وقف معنا في محنتنا وفي مقدمتهم المملكة العربية السعودية، بلاد الحرمين الشريفين، مأرج الوحي ومهبط الإيمان وقبلة الأمة. نحن من عمل فينا جميلاً شبراً رددنا الجميل ذراعاً، والعكس سواء، فإن هذا اليمن ولاده بالأبطال ولاده بالرجال، ومهما طال الزمان أو قصر فإن النصر حليفنا بإذن الله، وهذه سنة الله في أرضه لا تتغير ولا تتبدل. وعد الله الذين آمنوا منكم وعملوا الصالحات ليستخلفنهم في الأرض كما استخلف الذين من قبلهم وليمكنن لهم دينهم الذي ارتضى لهم. أسأل الله العظيم الجليل بمنه وكرمه أن ينصرنا وإياكم نصراً مؤزراً، وأن يهلك الإمامة ومن شايعها ومن قاتل معها ومن تسلل لها ومن ناصرها، وأن يريدا فيهم يوماً أسوداً، إنه على كل شيء قدير. أقول قولي هذا وأستغفر الله العظيم لي ولكم فاستغفروه، فيا نجاة التوابين ويا نجاة المستغفرين.